شوف يا بت، انا عايزه دواء اللي تاخده من هنا تحس انها عيانه بتموت وتجيب كل اللي في معدتها. مش محتاجه عطيه، انا معاكي. لا انا عايزه اجيب له واحده يعمل اللي يخليها ما تحملش عمرها كله. سيفة روحية؟ بلا بس بلا مش بس، هتقدري ولا مش هتقدري؟ هقدر، بس عطيه دبايح هيكلفك كتير. مالكيش فيه، ياخد اللي هو عايزه، المهم ينفذ اللي انا عايزاه بالظبط. يا بنت ما ينفعش كده، لازم تروحي للدكتور. لا بقى كويسه. تبقي كويسه ايه ده؟ انت طول النهار بتجيبي كل اللي في بطني. يعني انت خايفه عليا قوي؟ يا اختي مش خايفه عليكي، بس لو جرالك حاجه هيتهموني انا. لا طب والنبي هشرب اي حاجه سخنه وخلاص. لا بقى ده انت اناديه وما بتسمعيش الكلام. خلاص انا هتصرف. تعالي يا بنت. عيني يا بنت، ده البت شكلها هتموت، ده طول النهار بتجيب اللي في معدتها. شكلها كده داخله على حمى، انا كلمت لها الدكتور وجاي. طب والدكتور قال لك ايه؟ هيعمل ايه؟ طمني، هيعمل اللي لازم. عارفه لو عمل اللي انا عايزاه بالظبط والله لا افتح له مستشفى، وانت جهازك من القبله للصاروخ عليا. ربنا يكرمك يا رب يا ست روحي. ايه؟ الدكتور قال لك ايه؟ ايه طاقي؟ بنت حامل. يا نهار اسود، حامل؟ قولي له ينزلها، ينزله، اعمل تصرفي. ماليش دعوه، قولي للدكتور. اقول للدكتور؟ هنعمل ايه يا ست روحية؟ هنعمل في ايه؟ اتصرف في مارينا دي بأي طريقة. مالها مارينا يا ناس؟ في ايه؟ مين حضرتك؟ أنا الدكتور. دكتور ايه بالظبط؟ الست اللي جوه دي تعبانة شوية وتعب اللي عندها خطر على الحمل. حمل؟ مين اللي حامل يا دكتور؟ المدام اللي جوه حامل. وفي شكلها داخل على دور برد كبير شويه، وكنت بقول للست روحيه تاخد بالها منها شويه. مارينا حامل؟ معجونه يا ناس؟ بص يا دكتور، يا مارينا يا حبيبتي يا روح الروح. الف سلامه عليكي. لازم تقول له انها حامل. هو اللي دخل. يلا غور يلا. ايوه بقول لله. ايوه حامل كده. قومي بالسلامه وخلي الدنيا تضحك. هتجيبي لي الواد ان شاء الله.